مساء الخير. أعلنت حكومة غانا أنه حوالي 150 شخص توفوا خلال اندلاع حريق بمحطة وقود بظل موجة فيضانات وأمطار اجتاحت العاصمة على مدى 3 أيام متواصلة، وكان توجه عدد كبير من المواطنين إلى داخل محطة الوقود بوسط المدينة للاحتماء من مياه الفيضانات عندما وقع الانفجار بالمحطة بسبب تسرب الوقود، وامتدت ألسنة النيران وحرقت عدد من المنازل والعقارات المجاورة للمحطة. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية حارة مصدرة منطقة البحر الأحمر. الحرارة مرتفعة والرطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة مياهه 25. الليلة طقسنا بلبنان قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية خصوصا بالمناطق الجنوبية والداخلية. ولبكرة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وظهور طبقة من الغبار بالأجواء. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 21، على المرتفعات 19، بالبقاع 12 والأرز 9، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن خلينا نبدأ من المعيصرة 31 درجة، بعبدة 31، ننتقل من بعدها إلى عين الدلب 30، قانا 31، دير الزهراني 29، مختارة 30، حملية 30، وإهدن 23. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية ناشطة ببعض الأحيان. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 21، أقصاها 31 درجة. نهار الثلاثة بتتراوح بين 22 و31، ونهار الأربعاء بين 20 و30. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من صنعاء 30، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 29، وأخيرا بتسجل روما 28. وهيدا كان كل شيء. باي.